الجهوي ديال نقابه الابناك بجهه القنيطره. المنتخب حديثا اليوم الحمد لله هذا المؤتمر مر بواحد النوع من الديمقراطيه، واحد النوع ديال الديمقراطيه التشاركيه في الاعضاء. الحمد لله كان الاجماع على الشخص ديالي، وهذا اللي غادي يزيد ان شاء الله اصرار باش نكون ان شاء الله عند حسن الظن الاخوان ديال الثقه ديالهم فيا. صراحه احترام تام لمبدا اسم تشبيب الكوادر النقابيه في المناطق وفي الجهات ديال المغرب. هذا هو المبدا ديال الاتحاد المغربي للشغل، وكنشكر الحضور اللي كان اليوم كان ديال جميع الابناك اللي سهروا على نجاح ديال المؤتمر هذا. وشكرا سي مهدي. اكيد كاين شي نقاط اللي اكيد انكم مسطرينهم، انكم غادي تبداو بها هذه المهمه الجديده، ماشي جديده عليك ولكن هذه المهمه اللي انا اكيد انك غتكمل المسار. المهمه ديالنا هي ان شاء الله نكونوا ان شاء الله لحمه واحده الاخوان ديال القطاع البنكي، حيت خصنا نقوموا بلي كونفونسيون ديال الناس ديال الابناك ديالنا، حيت كنشكلوا واحد العدد اللي كبير في المنطقه هنايا. وصراحه عندنا فهمتي كاين مشاكل ديال الماتيريال ديالنا اللي خص الناس اللي خصهم يوقفوا عليها، كاين مشاكل ديال التقاعد، والاخوان وضعوا الثقه ديالهم فيا وان شاء الله غادي يكون عندهم حسن الظن ديالهم. كيلي الحسن عضو المكتب التنفيذي للجامعه الوطنيه للابناك المنضويه تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. تواجدنا هنا اليوم هو اساسا تواجد تنظيمي، لان نحن في الجامعه الوطنيه للابناك. هذه السنه دي بالذات كانت عندنا سنه تنظيميه في جميع الجهات والاقاليم ديال المملكه المغربيه، واليوم كان الدور ديال مدينه القنيطره اللي عندنا فيها مناضلين ومناضلات، وعندنا فيها تواجد ديال جميع الابناك، وبالتالي كان ضروري اننا اليوم نديروا إعادة تأسيس المكتب الإقليمي لمدينة القنيطرة. واغتنمنا الفرصة كذلك، كان لقاء تواصلي مع عموم الطبقة الشغيلة بالقطاع البنكي في الجهة، وبالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم، الأخ مناضل مراد عتابين، تمثل الباكيين في مدينة القنيطرة، باك إفريقي. الحمد لله على هذه المرحلة اللي وصلنا لها في تكوين المكتب ديال ليزيد مدينة القنيطرة. كان الهدف الحمد لله هو النهوض بمدينة القنيطرة والنهوض بالقطاع البنكي في مدينة القنيطرة، لا من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الصحية ومن الناحية الترفيهية بالنسبة للشغيلة البنكية. كما شفتوا المرحلة اللي دزنا فيها في تكوين المكتب، مكتب متكون مجموعة من الشباب، عنصر نسوي كان حاضر، تنحيي الاخوان الكاملين اللي كانوا حاضرين اليوم، حاضرين بكثافه من جميع الابناك. هذه تبين بانه هناك غير على المدينه وغير على القطاع البنكي في مدينه قنيطره، وان شاء الله عند الله التوفيق وتكون الناس على مسيره موفقه باذن الله. رشيد بالحاج الكاتب المحلي لمصرف المغرب قطاع الابناك. لحظه تاريخيه اليوم ديال تعكس الجو اللي داز فيه انتخابات، جو ديمقراطي في اطار توافق. تنشكروا جميع الحضور اللي حضر هنايا، كانت حضور مشرف، كان حضور ثقيل ديال الشغيله البنكيه بما فيها العنصر النسوي. هذه كما قلت قبيله لحظه تاريخيه تتكرس الجو ديال الديمقراطيه اللي تتعيشه المنظمه ديال ليزيب تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.